أول رمية حرة بالجيم لبطل الدوري الكويتي 9 مرات بنجاح على نيك على اللو بوست. ريكي يونغ درايف برضه بيحصل على فاول وهالمرة باسكت اند. جود جوب لريكي يونغ. رمي حرة سجلوا 10. كاظم على الأوفنس. ريكي يونغ 3 من 4 على هالمسافة صار 4 من 5. He's on fire. عبد العزيز لاتوميوس أحمد صاحب 12 محاولة على الأرك سجل 1 بنسبة 80%. راحت عند عبد العزيز الحميدي أخيرا مشت معه عبد العزيز بالوقت الصح. بيأتي الأول